كأس العرش دائما كنقول بنسبة كبيرة كيحقق نتائج إيجابية أمام الوداد. 1961 المباراة النهائية كان فاز النادي الأخرى تاع الوداد. هذه محاولة خطأ كان فادح لزوين العروبي قيطري. لاحظوا مرة أخرى اللاعب عادل المسكيني كيمرر خروج ديال زوين العروبي. لاحظوا خطأ فادح ديال زهير العروبي. اللي لاحظوا التمريرة كنقول بأنه كانت سهلة في يد الحارس زهير العروبي اللي ارتفع في الأرض، ولكن الكرة ديالو راشد حسني مراوغة جميلة ديال راشد حسني، دائما كيحتفظ بالكرة بإمكانه يمرر. بالفعل كيمرر داخل المعترك دي محاولة كتوصل لسعد القرولي كيبعد الكرة. إبراهيم النقاش محاولة لفائدة فريق الوداد. فابريس أونداما كيرفع الكرة محاولة والهدف. إبراهيم النقاش لاحظوا العمل الكبير ديال فابريس أونداما اللي نجح أنه يرفع الكرة. لاحظوا التواجد ديال مختار سيسي ومحمد أبو نجم. إذا مختار سيسي كيتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل، هدف بإمكانه.